لو ما شفتش الجزء اللي فات والاجزاء اللي فاتت من حكاية لوفي فراح اتفرج عليها دلوقتي عشان تقدر تفهم بقية الحكاية. في الجزء اللي فات من حكاية لوفي شفنا احداث حرب المارين فورد والقتالات القوية جدا وكمان الخسائر الكبيرة جدا وتضحية ايس وموت اللحية البيضاء وازداد المعركة صعوبة على قراصنة اللحية البيضاء وانهيار لوفي بعد موت اخوه ومحاولة جيمبي انه ينقذه من الادميرال اكاينو اللي عايز يقتله. وشفنا كمان تدخل لينكو شانكس ووقفه المعركة وانهاء حرب المارين فورد حرب القمة. وشفنا في النهاية تحرك الكورسانت رفرجال لو بعد ما اخد جيمبي ولوفي عشان يعالجهم. ولكن يا ترى هو ايه مصير العالم بعد موت اللحية البيضاء وكمان هو ايه مصير لوفي بعد انهياره على موت اخوه؟ تعالوا بينا نعرف مع بعضينا ونكمل بقية الحكاية. بعد انتهاء حرب المارين فورد حرب القمة بتنتشر اخبار في العالم كله بان البحرية فازت في المعركة وان تم اعدام ايس وان اللحية البيضاء كمان مات وبيفرح كل الناس بعد ما بيعرفوا الاخبار ديت وان البحرية انتصرت في المعركة. وفي نفس الوقت بيكون الكورسانت رفرجال لو قدر ان هو يعالج جيمبي ولوفي وبتيجي هانكوك ومعاه ايفانكوف على الغواصة بتاعت لو عشان تسأله عن صحة لوفي فبيقول له لهانكوك ان هو عمل كل اللي يقدر عليه وان لوفي حالته خطيرة جدا. وبيطلع بعد كده جيمبي من غرفة العمليات اللي كان فيها بعد ما فاق من الاغماء اللي هو فيه بيشكو لول ان هو ساعده وساعد لوفي وعالجهم. وبتتكلم هانكوك وبتقول ان هما من المستحسن ان هما ياخدوا لوفي لجزيره النساء لان هناك هيكون احسن وبيوافق الكورسانت رفرجال له وفعلا بياخدوا لوفي لجزيره النساء لان هناك هيكون بامان. وبيفضل لوفي مغمى عليه لفتره طويله جدا بسبب الجروح اللي اتعرض لها لحد ما اخيرا بيفوق من الاغماء اللي هو فيه بعد ما حلم باخوه ايس وهو بيموت قدام عينيه. وبيطلع لوفي من الغواصه بتاعت لو وبيفضل يجري في جزيره النساء وهو عمال ينادي على ايس ومش مصدق ان اخوه ايس مات قدام عينيه. وبيفضل لوفي في كل حاجة حواليه لحد ما بيجي جيمبي وبيقول للوفي ان هو لازم يبطل الحاجات اللي بيعملها ديت وان خلاص حرب المارين فورد انتهت وان ايس مات في الحرب. وبيفضل لوفي يعيط ومش مصدق ان اخوه ايس مات وبيبدأ ان هو يفتكر اول مرة شاف فيها ايس وتعرف عليه. وبنرجع بالزمن 10 سنين لورا ايام ما كان لوفي لسه صغير وبيتدرب مع جده جرب عشان يبقى اقوى وبياخد جرب لوفي وبيوديه لدادان والعيلة بتاعتها عشان تعتني بيه لان جرب هيكون مشغول في الايام اللي جاية. وبيتجول لوفي في المكان وبيشوف هناك ايس اللي بتكون دادان بتعتني بيه هو كمان. وبيحاول لوفي انه يتكلم مع ايس ولكن ايس بيتجاهل لوفي ومرضاش انه يتكلم معاه نهائيا. ولكن لوفي ما بيستسلمش وبيفضل يمشي ورا ايس في كل حتة وبيكون ايس بيروح لمكان معين وبيفضل يعطل في لوفي عشان ما يروحش معاه المكان دوت. وبعد مرور 3 شهور وايس عمال يحط لوفي عقبات في طريقه عشان ما يمشيش وراه بيقدر اخيرا لوفي انه يوصل للمكان اللي بيروح لايس واللي بيكون عبارة عن مكان مليان بالخردة وفي حاجات كتيرة جدا قديمة فيه. وبيتضح ان المكان دوت هو المحطة الرمادية اللي بيعيش فيها كل الاشخاص اللي تم نفيهم من المملكه بتاعت النبلاء. وبيشوف هناك لوفي ايس ومعاه ولد تاني اسمه سابو وهم قاعدين فوق شجره وبيكون ايس وسابو بيجمعوا الفلوس اللي معاهم اللي سرقوهم من القراصنه علشان لما يكبروا يقدروا انهم يشتروا سفينه ويبقوا قراصنه هم كمان. وبيجي لوفي بيقول لايس وسابو ان هو عايز يبقى قرصان زيهم وان هو عايز ينضم ليهم. وبيتصدم ايس وسابو اول ما بيشوفوا لوفي وبيخبى الفلوس اللي معاهم وبينزلوا من فوق الشجره وبيمسكوا لوفي وبيربطوه في الشجره. وبيقول سابو لايس ان هم لازم يتخلصوا من لوفي لان لوفي عارف مكان الفلوس اللي مخبينها وكمان عارف السر بتاعهم. وبيتصدم لوفي اول ما بيعرف ان ايس وسابو عايزين يتخلصوا منه وبيفضل يصرخ بأعلى صوته وبسبب صوت لوفي العالي وصراخه بتتجذب مجموعه من القراصنه للمكان اللي موجود فيه لوفي والباقيين. واول ما بيشوف ايس وسابو مجموعه القراصنه اللي جايين ناحيتهم بيستخبوا وبيكونوا خايفين جدا لان القراصنه دولت هم نفس القراصنه اللي سرق منهم ايس وسابو الفلوس بتاعتهم. وبيمسك القراصنه لوفي اللي كان لسه مربوط في الشجره وبيسالوه عن ايس واذا كان يعرف الفلوس اللي هو سرقها منهم فين ولا لا. فبيقول لوفي للقراصنة ان هو ايوه يعرف ايس ولكن مش هيقول لهم على مكان الفلوس اللي هو سرقها. فبيتضايق القراصنة وبياخدوا لوفي وبيبداوا انهم يعذبوا فيه عشان يقول لهم على مكان الفلوس اللي مخبيها ايس وسابو. ولكن لوفي بيرفض ان هو يقول لهم على اي حاجه فبيبدا القراصنة انهم يعذبوا لوفي بابشع الطرق. واول ما بيعرف ايس وسابو ان لوفي عمال يتعذب ولكن رغم كده ما قالش على مكان الفلوس بتاعتهم بيقرروا انهم يروحوا يساعدوه. وبيروح فعلا ايس وسابو للمكان اللي محبوس فيه لوفي وبيقدروا انهم يهزموا كل القراصنة ويحرروا لوفي من المكان ويهربوا. وبيقعد بعد كده ايس وسابو مع لوفي وبيسالوه هو ليه ما قالش على مكان الفلوس رغم ان القراصنه كانت هتقتله. فبيقول لوفي لايس وسابو ان هم قالوا ان دوت سر عشان كده ما رضاش يقول لاي حد على السر بتاعهم. فبيفرح ايس وسابو جدا من لوفي وبيضموا ليهم وبيبقوا هم الثلاثه اصدقاء وبيعملوا كل حاجه مع بعضيهم. وبيعيش سابو مع لوفي وايس في البيت بتاع دادان بدل ما كان عايش في الغابه لوحده. وبيفضل ايس وسابو ولوفي يخوضوا هم الثلاثه مغامرات مختلفه مع بعضيهم لحد ما في يوم بيتنكروا هم الثلاثه وبيدخلوا مملكه النبلاء وبيروحوا هم
هما التلاتة هما متنكرين لأحد المطاعم وبيقعدوا فيه وبيبدأوا إن هما ياكلوا، وبعد ما بيخلصوا أكل بيهربوا من المكان. وأثناء ما هما بيهربوا في راجل بيشوف سابو وبينادي عليه، ولكن سابو بيتجاهله وبيمشي من المكان على طول. وبعد ما بيرجعوا كلهم للغابة بيسأل لوفي وإيه سابو هو مين الشخص اللي نادى عليه دوت ويعرفه منين. فبيقول سابو إن الشخص اللي نادى عليه دوت يبقى أبوه، وإن هو مش طفل يتيم زي ما قال لهم، إنما هو من نبلاء المملكة. فبيستغرب إيس وبيسأل سابو كان هو فعلا من نبلاء المملكة، فليه ساب المملكة وهرب منها وعاش في الغابة. فبيقول سابو إن هو هرب من المملكة وهرب من أمه وأبوه، لأن أمه وأبوه كانوا بيعاملوه بطريقة وحشة، وكانوا عايزين دايما شكله يبقى كويس قدام العيلة الملكية، وإن أمه وأبوه كانوا بيستخدموه زي أداة عشان يوصلوا لهدفهم، وما كانوش مهتمين بيه ولا مهتمين بمشاعره أصلا. وبيقول سابو إن هو هرب من أمه وأبوه وعاش في الغابة، وحط حلم لنفسه، والحلم بتاعه إن هو يلف العالم كله ويكتب كتاب عن مغامراته. وبيقول إيس كمان إن هو عنده حلم، والحلم بتاعه إن هو يبقى قرصان عظيم ويبقى مشهور في كل حتة. وبيقول لوفي هو كمان عن الحلم بتاعه، وإن هو يبقى ملك القراصنة. وبيتوعد بعد كده إيس وسابو ولوفي إن هما التلاتة هيبقوا إخوات من النهاردة، وإن هما هيحققوا أحلامهم كلها في يوم من الأيام. وبيبدأ بعد كده إيس وسابو ولوفي إن هما ياخدوا مغامرات مختلفة هما التلاتة مع بعضهم، لحد ما في يوم من الأيام بيكونوا في المحطة الرمادية وبيحاولوا إن هما يجمعوا بعض الأشياء، ولكن فجأة بتظهر مجموعة من القراصنة وبتقبض عليهم هما التلاتة. وبيظهر فجأة أبو سابو، واللي بيتضح إن هو اللي مولي القراصنة دولت عشان يقبضوا على سابو ويرجعوه له مرة تانية. وبيقول أبو سابو للقراصنة إن هما يقتلوا لوفي وإيس، لأن هما اللي حرضوا ابنه سابو إن هو يسيب البيت. ولكن سابو بيفضل يترجى أبوه وبيقول له إن هو هيمشي معاه في أي حتة ويعمل اللي هو عايزه، ولكن ما يقتلش أصدقائه. وبيوافق أبو سابو وبيسيب لوفي وإيس، وبياخد سابو وبيمشي من المكان. وبيروح سابو مع أبوه المملكة بتاعت النبلاء، وهناك بيقابل سابو أمه اللي بتكون اتبنت ولد تاني بعد ما سابو هرب من البيت. وبيقعد سابو مع أمه وأبوه وبيرجع يعيش معاهم مرة تانية، ولكن بيكون زعلان جدا لأن هو مشي بعيد لوفي وإيس. وبيتكلم أخو سابو المتبني مع سابو وبيقول له إن حاجة كويسة جدا إن هو ساب المحطة الرمادية، لأن المحطة الرمادية هيتم تدميرها. وبيستغرب سابو وبيكون مش فاهم هو إزاي هيتم تدميرها، وبيسأل أخوه هو إيه اللي هيحصل بالظبط. فبيقول أخو سابو لسابو إن العيلة الملكية ونبلاء المملكة هيدمروا المحطة الرمادية وهيولعوا فيها بكل الناس اللي موجودة جواها، لأن المحطة الرمادية بيعيش فيها ناس من مستوى أقل منهم وما ينفعش إن هم يكونوا موجودين. وبيتصدم سابو أول ما بيعرف إن المحطة الرمادية يحصل فيها كده، وبيهرب من البيت وبيحاول إنه يوصل للمحطة الرمادية عشان يحذر لوفي وإيس ويخلوهم يبعدوا بعد المحطة الرمادية. ولكن حراس المملكة بيمنعوا سابو إن هو يوصل للمحطة الرمادية، وبيقبضوا عليه وبيرجعوا لأبوه مرة تانية. وبيزعل سابو جدا وبيكون مش عارف يهرب من البيت ومش عارف هيعمل إيه. وفي نفس الوقت بتكون عمليات الإبادة بدأت إنها تشتغل في المحطة الرمادية، وبدأت النار تشتعل في كل مكان. ولسوء الحظ بيكون لوفي وإيس موجودين هما الاتنين في المحطة الرمادية ومش عارفين يهربوا من النيران اللي حصلتهم من كل مكان. وبيظهر فجأة قدام لوفي وإيس القرصان اللي قبض على سابو ورجعه لأبوه، وبيقول الإيس إن هو يديله الفلوس اللي معاه وإلا هيقتله. فبيقول إيس للقرصان على مكان الفلوس وهو مخبيها فين عشان يسيبهم يمشوا، ولكن القرصان ما بيسيبش إيس ولوفي يمشوا وبيكون عايز يتخلص منهم. ولكن فجأة بتظهر دادان والعيلة بتاعتها وبيبدأوا إن هما يقتلوا القراصنة عشان يدافعوا على لوفي وإيس. وفي نفس الوقت بيكون كل الناس اللي في المحطة الرمادية بيعانوا ومش عارفين يهربوا ازاي من النار اللي حاططهم من كل حتة. ولكن فجأة بتظهر رياح قوية جدا بتطفي معظم النيران اللي موجودة، وبتظهر فجأة سفينة عليها قائد الجيش الثوري مونك دي دراجون. وبيقول دراجون لكل الناس اللي موجودة في المحطة الرمادية ان الشخص اللي مستعد للقتال يركب معاها السفينة ديت. وبيبدأ كل السكان بتوع المحطة الرمادية انهم يركبوا على السفينة بتاع دراجون، لان ما قدمهمش حل غير كده. وفي نفس الوقت بتكون دادان وايس ولوفي والباقيين رجعوا كلهم للبيت بعد ما قدروا انهم يتغلبوا على القرصان اللي كانوا بيواجهوه. وتاني يوم بعد ما الاوضاع كلها بتهدى بيقدر سابو انه يهرب من امه وابوه مره تانية، وبيركب احد السفن وبيتوجه للمكان الموجود فيه ايس ولوفي عشان يقدر ان هو يطمن عليهم. ولكن قبل ما بيمشي سابو بعد المملكه بتاعت النبلاء، بتظهر فجاه سفينه كبيره عليها احد التنين السماويه. واول ما بيشوف التنين السماوي سابو بيهاجمه باحد المدافع وبيغرق له السفينه بتاعته في البحر، وبيغرق سابو هو كمان في البحر. وبتصدم كل الموجودين اول ما بيشوفوا اللي حصل وبيعرفوا ان سابو مات. واول ما بيعرف لوفي وايس باللي حصل بيفضلوا يعيطوا وبيكونوا مش مصدقين ان سابو مات، وبيكونوا مش مصدقين اللي حصل نهائيا. وبيفضل لوفي يعيط طول الليل وهو زعلان جدا على سابو. ولكن تاني يوم بيجي ايس وبيقول لوفي ان هما لازم ما يعيطوش وان هما لازم يحققوا احلامهم. وبيقول ايس للوفي ان سابو ما قدرش انه يحقق حلمه لان هو ما كانش بيتمتع بكامل الحريه، وان اهله دايما كانوا بيتحكموا فيه، فعلشان كده احنا هنبقى قراصنة عشان نتمتع بكامل الحريه، لان القراصنة هما اللي بيتمتعوا بكامل الحريه وبيعملوا اي حاجه هما عايزينها. وبيقوم بعد كده لوفي وبيبدا ان هو يتدرب هو وايس عشان يبقوا اقوى ويحققوا حلمهم ويقدروا ان هما يوصلوا لاهدافهم. وبعد مرور 7 سنين بيكون ايس عنده 17 سنه ولوفي عنده 14
سنة، ولان ايس اكبر من لوفي بيحضر ايس حاجته وبيجهز القارب بتاعه وبيركبه وبيودع لوفي والباقيين وبيبدا مغامرته في البحر. وبعد 3 سنين بيركب لوفي هو كمان قارب وبيودع كل اصدقائه وبيبدا هو كمان رحلته في البحر. وبنرجع لوقتنا الحاضر بعد 10 سنين بعد ما لوفي خد مغامرات قويه جدا وقدر انه يجمع طاقم قوي جدا، وفي الاخر خسر اخوه في حرب المارين فورد، ودلوقتي مش قادر ان هو يصدق ان اخوه مات قدام عينيه. وبيفضل لوفي عيط وهو مش مصدق ان اخوه ايس مات قدام عينيه، ولكن جيمبي بيمسك لوفي وبيقوله ان هو لازم يبطل عياط وان هو لسه قدامه طريق طويل وانه لازم يفكر في اصدقائه اللي لسه عايشين. وفعلا بيوقف لوفي عياط وبيبدا ان هو يفكر في الطاقم بتاعه ويفكر في كل اصدقائه اللي اتفرع عنهم في الاخابير شابوندي، وبيقول ان هو لازم يرجع لهم. ومن الناحيه الثانيه بيكون كل اعضاء طاقم قبعه القش عرفوا بكل اللي حصل في المارين فورد وان ايس اخو لوفي مات، وبيزعل كل اعضاء الطاقم بسبب اللي حصل، وبيبداوا ان هم يسيبوا الجزر اللي موجودين فيه عشان يتوجهوا للارخبيل شابوندي ويقابلوا لوفي. وفي نفس الوقت في الجزيره اللي موجود فيها زورو بيقابل زورو في الجزيره دراكولا ميهوك اقوى سياف في العالم، وبيسال ميهوك زورو هو ايه اللي جابه هنا، فبيقول زورو الميهوك على كل اللي حصل معاه وان شيتشيبوكاي كوما هو اللي حدفه هنا. ومن الناحيه الثانيه في جزيره النساء بيجي سيلفر رالي ملك الظلام للجزيره وبيقعد مع لوفي وهانكوك والباقيين، وبيتكلم ريلي مع لوفي وبيقول له ان هو مستعد ان هو يدربه عشان يخليه شخص اقوى، ولكن التدريب هياخد وقت طويل كده مش هيرجع للطاقم بتاعه الا بعد سنتين. ومن غير اي تفكير بيوافق لوفي ان ريلي يدربه لان لوفي عايزه يبقى اقوى، وكمان عشان ما يتعرضش للهزيمه هو والطاقم بتاعه مره تانية. فبيقول ريلي لوفي بما انه وافق ان هو يدربه فلازم ان هو يوصل رساله للطاقم بتاعه عشان يعرفوا ما يتقابلوا امتى. وفعلا بيروح لوفي مع ريلي وجيمبي لساحه المارين فورد عشان يوصلوا رساله لكل اعضاء الطاقم اللي موجودين في جزر مختلفه، وبتكون ساحه المارين فورد بيتعمل فيها تصليحات وما فيهاش غير مجموعه من الجنود القليلين جدا واللي بيحاولوا انهم هجموا ريلي وجيمبي ولوفي، ولكن ريلي بيقدر لوحده انه يتصدر كل الجنود ديت. وبينزل لوفي من على السفينه اللي كان راكبها وبيبدا ان هو يعمل مراسم، والمراسم ديت باين انها مراسم عزاء. وبيقف بعد كده لوفي وهو ماسك قبعه القش في ايديه، وبيبدا كل الصحافه انهم يصوروا لوفي وهو واقف كده، وبتبدا صوره انها تنتشر في كل العالم، وبتعتبر حكومه العالم ان الصوره بتاعت لوفي اللي انتشرت ديت هي مجرد تهديد ليهم وان لوفي بيتحداهم. ولكن كل اعضاء طاقم قبعه القش بيفهموا الرساله اللي لوفي وجهها لهم واللي بتقول لهم ان هم مش هيتقابلوا بعد 3 ايام انما هيتقابلوا بعد سنتين، وان في خلال السنتين دولت لازم كل عضو من اعضاء طاقم قبعه القش يتضرب ويبقى اقوى عشان ما يتهزموش مره تانية. وبيروح بعد كده زورو الميهوك بعد ما فهم الرساله بتاعت لوفي، وبيطلب زورو من ميهوك ان هو يدربه. فبيستغرب ميهوك وبيسال زورو هو ازاي بيطلب المساعده من عدوه وبيطلب من عدوه ان هو يدربه. فبيقول زورو الميهوك ان هو مش مهتم اذا كان هو عدوه ولا لا، وان هو بس عايز يبقى اقوى عشان يقدر انه يدافع عن كل اصدقائه. وبيفضل زورو يترجى ميهوك عشان يدربه لحد ما اخيرا ميهوك بيوافق ان هو يدرب زورو وبيقرر ان هو يخليه اقوى. ومن الناحيه الثانيه في جزيره النساء بيسيب الكورسانتر في رجال لوك جزيره وبيقول ان هو مش هيقابل لوفي غير بعد سنتين، وكمان جيمبي هو كمان بيودع لوفي وريلي وبيقول للوفي ان هو بعد سنتين هيستناه في جزيره البرمائيين. وبيمشي جيمبي وبيروح لوفي مع ريلي عشان يبدا التدريب بتاعه، وبيقول ريلي لوفي ان اول حاجه هيدربه عليها هو استخدام الهاكي. فبيستغرب لوفي وبيكون مش عارف هو ايه الهاكي دوت، فبيبدا ريلي ان هو يشرح له، وبيقول ريلي ان الهاكي دوت هو عباره عن تحكم في الطبيعه زي التحكم بتاع الحواس الخمسه دوت بالظبط، وان الهاكي ليه انواع كتيره جدا مشهوره، ولكن في ثلاث انواع بس هما اللي اكتر شهره، وان اول واحد من الثلاث انواع دولت هو هاكي التنبؤ، ودوت الهاكي اللي بيخليك تتنبأ بحركات عدوك قبل ما تحصل اصلا. وتاني واحد من انواع الهاكي هو هاكي التصلب، ودوت اللي بيخلي جسمك صلب وقوي زي الصخره وما تقدرش الضربات العاديه انها تاثر فيه. وتالت واحد من انواع الهاكي هو الهاكي الملكي، ودوت اللي فيه مميزات كتيره جدا وكمان بيديك قوه كبيره جدا وانه قليلين جدا من الناس اللي بيستخدموا الهاكي الملكي. وبيقول بعد كده ريلي لوفي ان هو شافه وهو في حرب المارين فورد بيستخدم الهاكي، ودوت معناه ان الهاكي ستايكرز جواه ولكن هو لازم يتدرب عليه عشان يبقى اقوى. وبيتحمس لوفي اول ما بيسمع الكلام اللي بيقوله ريلي، وبيحط قبعه القش بتاعته على جنب وبيستعد عشان يبدا التدريب مع ريلي. وفي نفس الوقت بيكون كل اعضاء طاقم قبعه القش بداوا ان هم يضربوا هم كمان وبيستعدوا ان هم هيتقابلوا بعد سنتين، ولكن في مستوى تاني من القوه. وايه بس كده، يا ترى هيحصل ايه بعد كده؟ ايه، استنونا في الجزء القادم من حكاية لوفي واللي هنكمل فيه قصتنا بعد سنتين كاملين. فما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، والسلام.